في القرار الصادر بحقه بالإعدام، وكان ولولا محكومين كل الحلقات المسؤولة عن هذا الموضوع، موضوع البحث، محكومين بحكمي كان أنا ما أتكلم هذا، ولكن أنه يكونوا طلقاء وناس تحت الطائلة، لأن هو طبعاً الآن من المتوفرين تحت يد الدولة والمحكمة، ما يكلف شيء إلا فقط تنسيق مع الأمريكان، يجيبون المحكمة ويودوه يمكن يومية ماكو مشكلة، ولكن الطلقاء واللي هم المجرمين الحقيقيين بغض النظر عنهم اللي أشار لهم السيد المدعي العام، والله يبارك بي ويبارك بكل عراقي شريف مثله، شوف إذا كان هو دافعه، وأنا ما عندي شك إذا كان دافعه هو لأجل الله والوطن فأنا حييه. شوف فهذا بس رجاء، هذا الموضوع سيتقاضى، ما أريد أتناقش به وهذا الموضوع انتهى، بس أريد أذكر بأننا أنا ظلمت، والناس الحقيقيين مع وراء موضوع التجار هم بين من قبل شاهد ومن غض النظر عنه، وهم المجرمين الحقيقيين اللي صادقون على القرارات اللي قدموها الى رئيس الدولة اللي اشار لهم السيد المدعي العام. هذا موضوع انا استغليت فقط لانه نفس الهيئة هي اللي موضوع التجار، ولو ما كان انا ما اتطرق على موضوع خارج موضوعنا، اما اقول له انا وطبان، وإذا لا زال متمسك بالشكوى اللي باسمه اللي ورد اسمي بيها، بس اسم وطبان، وين فمستعد اناقشه عليها، موجود في الورق سيادة القاضي، وإذا هو تارك هذا الموضوع فإذا نكتفي بهذا ونسكت، ماكو داعي للإطالة. بس هذا السؤال من خلال جلالك، انه هل متمسك هو بالشكوى على وطبان اللي ورد ضمن ثلاثة بالاسم وطبان سبعاوي ومزبان، فهل هو متمسك بالشكوى على وطبان؟ اذا متمسك حتى تناقش. ما جاء باسمه، قلنا جاء باسمه موجود على الورق سيادة القاضي، موجود بفاته على الورق، ايه على امام قاضي التحقيق. استريح. لا مو اخاف يعني اكو كلام حتى نكبر واستريح. زين يابا انت بالتحقيق جايب اسمه، هنا قلت بشكل عمومي كل من يثبت طيب ادانته امام هذه المحكمه. نعم هو معاهم، هو معاهم لان هم العائله الحاكمه كانت، الحكم كله يصدر من عندهم. اذا احنا كنا عشيره صح، او احنا بيت سعود دقيقه، احنا مملكه، يعني كنا احنا اللي حاكمين العراق. فاذا هو هاي الصوره، شوف سياده القاضي ارجوك بس كلمه، اذا هي هاي الصوره مساله عشاريه نعم انا اخو صدام اي، بس اذا هو العراق كان يحكم العائله فهذا معروف للعراقيين ككل، انت اخرهم متعرف. لا كلش زين دقيقه يابا، انت احنا في بدايه المحكمه وبعد يمكن هم اكو مشتكين اخرين وشهود ووثائق وشي، انت تعرف المحكمه تقدر كل الشيء، كل الاقوال، كل الوثائق، المستندات، الاوضاع، الافادات، وبعدين مطالعات السيد المدعي العام وطلبات او مطالعات وكلاء الدفاع مالتكم، يلا تقرر انت من هالشيء، لا تكبره على نفسك، اتركه لتقدير المحكمه، احنا بعد في بدايه الجلسه، جائز يجون اخرين هم عندهم شكاوى محدده تجاهك او تجاه الاخرين، او بالقطع ما عندهم شكاوى تجاهكم. هذا ما موجود، اتركها، هذا ما موجود، والدليل انهم في التحقيق اي وموجود افادتي اذا جرابك طلعت عليها، قال لي من انت وزير داخلية اكو فولين السفروا واخذت ماله. شوف يا اخي شوف اسمح لي، فانا قلت له عيب علي انا وزير داخلية اقول انا ما ادري، فاذا حاصل هذا الموضوع انا مسؤول عليه. شوف يا اخي، اما كعوضة بالعائلة لا، الدولة كانت تدار
مو بالعائله. شوف يا يعني احنا اكو نظام احنا وارجو للاخ المشتكي يخلى يندل الطريق الافضل للوصول الى حقه. شوف يا يعني شوف ليش ليش يشوش عليكم؟ شوف يشوش على الناس اللي طوعونا حتى يصلون الى حقه. شوف وطبعاً المحصلة النهائية بالنسبة لهذه الدعوة وكل الدعوة ان المحكمة لا تدين احد، لا لن تقوم بإدانة احد الا ان تثبت مسؤوليته عن القضية وفق مستندات، وفق افادات، وفق وثائق، وفق اقرار، او وفق ما تقدره هيئة المحكمة. واحنا في بداية الجلسات بعدنا مو بس ما مكون الرأي، احنا في مرحلة جمع المعلومات بالاستماع الى المشتكين والشهادات، بعدين الوثائق، بعدين الاوراق، بعدين ذاك الوقت حتى في مرحلة توجيه التهمة المحكمة ما ملزمة بالتهمة الموجهة من قبلنا. مرات المحكمة توجه لك تهمة وفي الحكم النهائي يكون حكم شيء آخر، مو يعني ضمن سياقات المحددة لهذه التهمة. هاي اتركها لتقرير المحكمة. اللي شار وراء حكمه في التجار، وهذا أرجوك رأيي لا حد يزعل منه، رأيي اللي رأيي أنه اللي شار وراء حكمه يا التجار هو هاي النظرة اللي موجودة عند بعض العراقيين انه العائلة هي التحكم، هاي اولا. اثنين انه ما ورد على لسان الشهود والمشتكين اسم وطبان 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 وطبان. ميخال احنا بدنا ندقق يعني. لاكو عندنا مصار هذا الحكم بالاعدام بالتجار. هذا المسألة. هذا موضوع دعوة اخرى يعني. لا لا ادري دعوة اخرى بس هو على سبيل المثال فاني مشوي نفخ على لبن قال له تشاويني من هو حليب. فأنا شويت في موضوع التجارة اللي كنت